بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتس أب من طهران هذه مجلة ديرشبيغل يسموها شبيغل الألمانية نشرت مؤخرا تحت هذا العنوان وعنوان آخر آه تقريرا زعمت بأنه هذا التقرير استقصائي آه يجيب على هذا السؤال هل تلقى رئيس المركز الإسلامي المغلق؟ في هامبورغ تعليمات من خامنئي انا انقل النص. آه الامام الخامنئي طبعا حفظه الله تعالى. يقول هذا التقرير تظهر الوثائق التي حصلت عليها وزاره الداخليه الالمانيه من المركز الاسلامي في هامبورغ ان محمد هادي مفتح مفتح رئيس هذا المركز تلقى تعليماته مباشره من طبعا انا اقول السيد علي خامنئي قائد الجمهوريه الاسلاميه كما يقولون يظهر امر الاغلاق المكون امر من وزاره الداخليه مكون من 220 صفحه صادر عن وزاره الداخليه الفدراليه الالمانيه للمركز الاسلامي في هامبورغ مدى ما يصفونها بقرب علاقه هذه المؤسسه مع مكتب السيد خامنئي وكيف امتدت هذه العلاقات إلى حزب الله اللبناني طبعا حقيقة يعني هذا التقرير هو يعني فيما يتعلق بالاتهامات يثير السخرية بس أنا مو على نقاشي أنا عندي موضوع آخر ولعلكم انتبهتم في العنوان والعنوان هو عنوانهم يعني عنوان آه شبيجل أقول تقرير يعني يظهر سخ... سخافة الأدلة التي يستند إليها لاتهام هذا المركز بانه منظمه ومؤسسه ارهابيه خرجت عن كونها مؤسسه دينيه. هو مركز مثل ما هنا في لندن بالمناسبه المركز الاسلامي في لندن ايضا اتهم بمثل هذه الاتهامات، بعدين شافوا ماكو يعني ماكو اي دليل واغلقوه فتره. ماكو اي دليل على ان هذا المركز يمارس اعمالا ارهابيه، وعن صله هذا المركز بالسيد القائد الإمام علي خامنئي مو هو أو عن طريق مكتبه مو هو المركز يديره ممثل للسيد القائد في هذه الدولة زين هذا شلون غير يرتبط غير عنده علاقة بالمكتب والمكتب بأقسام بقسم اسمه قسم العلاقات أو الاتصالات والشؤون الدولية يعني هذا مو سر هذا وبعدين حتى يعني يعني ليس اتهاما ليس تهمة لكي ينفيها المركز على الاقل، عموما بس هذا هم كل هذا الكلام البوينت والنقطه مو هنا. وتبادل هذان الشخصان يعني نائب مدير الاتصالات والشؤون الدوليه في مكتب السيد علي خامنئي تبادل مع الشيخ مفتح اللي هو نجل اية الله مفتح الشهيد الذي استشهد في بدايه الثوره الاسلاميه انتصار الثوره الاسلاميه السيد طبعا هو يعني مهدي مصطفوي والشيخ مفتح تبادلا رسائل اكثر من 650 رساله منذ اواخر عام 2021 الى اواخر عام 2023 من خلال الواتس اب الواتس اب السنة صار مبرز جرمي طيب وبحسب هذا التقرير اعطى اعطى مصطفوي في هذه الدردشات تعليمات مفصله طبيعي هذا رئيس مركز او نائب رئيس مكتب الاتصال الخارجي طبعا يوجه المكاتب التي تحت اشرافهم والتي تحظى برعايتهم ومنها مركز اسلامي ضخم اسس منذ سنوات طويله بإشراف المرجعيه هذا المركز اساسا هذا في هامبورغ اسس باشراف المرجع الراحل الكبير البروجردي وتوالى على ادارته في السنوات الماضيه قاده كبار من العلماء منهم الشهيد محمد حسين بهشتي والرئيس السابق او الاسبق السيد محمد خاتمي واخرون يعني شنو هذا له علاقه مباشره طبعا بالمرشد او بالقائد او الولي الفقيه يتلقى توصيات كيف يتم توجيه المسلمين بالخارج التوجيه الارشادي الارشادات هسه هم يجون يتناولون لانه المقتل وين؟ المقتل في القضيه الفلسطينيه شوف وكان وبحسب هذا التقرير اعطى مصطفى في هذه الدردشات دردشات على الواتساب وكرر تعليمات مفصله لمفتح في العام 2023 والتي تضمنت رسائل السيد علي خامنئي للمتحدثين بالالماني هو عنده رسائل لكل المقيمين في الخارج فتترجم بالانجليزي وبالالماني الذين يذهبون الى المركز الاسلامي في هامبورغ. توصيات وارشادات وهذه معروفه هذه روح شوف ادخل الى موقع سماحه السيد الامام علي خامنئي وستجد هذه التوصيات واكو مراكز اخرى تاخذها وتنقلها وترجمها وكان محور انشطه هذا المركز في العام 2024 من بين محتويات اخرى لهذه الرسائل توصيات لتفسير عمليه طوفان الاقصى اللي يسموه هجوم حماس على غلاف غزه طبعا هو يقول اسرائيل في التقرير مال شبيجل بس هو غلاف غزه يعني غلاف غزه حتى اذا سلمنا جدلا بان هذا يعني اكو شيء اسمه اسرائيل فغلاف غزه تابع لغزه وفيه مستوطنات باعتراف الكيان الصهيوني فاذا هو لا يعتبر هجوم على دوله من منطق الدول يعني هذا المنطق الدولي وعلى هذا الاساس الامين العام للامم المتحده اعطى الحق لهذه الحركة أو للمقاومة الفلسطينية فيما يتعلق بهجوم طوفان الأقصى تحديدا لأن هذا الهجوم جرى في أراض وفق معاهدات أو اتفاقيات أوسلو يعتبر أرض فلسطينية وطبعا بس هم يعتبروها في هذه الرسائل المتبادلة بين مفتح ومكتب السيد خامنئي تم إرسال تعليمات بالدعاية المناهضة لإسرائيل وأي شيء أي شيء الدافع به عن القضيه الفلسطينيه يعتبروا دعايه مناقضة لهذا الكيان وبالمناسبه هاي عقده الالمان متسابقون في هذا الموضوع لان هي عقده اكو عقده عقده الهولوكوست هسه احنا حتى ان سلمنا جدلا بان الهولوكوست موجود والالمان تحملوا المسؤوليه واعترفوا بمسؤوليتهم ودفعوا تعويضات بس مو لهذا الحد هذا الارتماء في احضان الكيان الصهيوني وتبرير كل الجرائم التي ارتكبت وترتكب بحق الشعب الفلسطيني عموما. على كل يعني هذا هذا التقرير مفصل يتناول الوثائق المكتشفه شوف شغله تضخيم وبحسب وثائق وزاره الداخليه الالمانيه تاكيدات المساعدات الماليه لليمن. <applause> علني مركز اسلامي يقوم بجمع تبرعات وارسال مساعدات ماليه لليمن يعني للشعب اليمني الجائع الذي يموت بالحصار غير القتل العمد عن طريق القصف. وهذا يتم عن طريق ارسال المساعدات بطرق رسميه. رسميه. طيب هذه تعتبر يعتبر وثيقه تدير المركز. آه وتبين للمحققين من الوثائق التي تم الحصول عليها اثناء الاستيلاء على المركز الاسلامي في هامبورغ ان هذا المركز ومديره كان ومديره كان على اتصال بمكتب السيد علي الخامنئي وبحزب الله اللبناني. طبعا انا حققت كثيرا في هذا الموضوع حتى في موضوع حزب الله اللي ألمانيا صنفته في العام 2020 كمنظمة إرهابية فما في دليل قطعي أبدا على أن هذه العلاقة هي علاقة تتجاوز المسموح به في القانون الألماني في القانون الألماني شلون؟ أولا لم يسمح يعني حتى هو تم إغلاق المركز وتم إبعاد الشيخ مفتح من هذا من من المانيا بعدوه نهائيا لكن في نفس الوقت هذا المركز يعني يؤكد باستمرار الى على انه هذا المركز هو مركز اسلامي يقوم بدور ارشادي ليس الا ومهمته فقط انسانيه وفكريه فكريه مثل ما انت تسمح للكثير من الافكار ان يتم تداولها هذا المركز ايضا يقوم بهذا العمل والسيد الشيخ مفتح اللي هو نجل اية الله الشهيد مفتح الذي اغتيل في من قبل منظمه الفرقان كما تعلمون في الجمهوريه الاسلاميه قال ان الاسلام الذي ندعو اليه هنا في في المانيا هو اسلام العقل، اسلام السلام والصداقه والتعايش السلمي بين الامم وانه لا يوجد اي سبب لاغلاق هذا المركز. لم يسمحوا حتى لمحامي هذا المركز بالتعليق بشكل مباشر على الاسئله المتعلقه بالاتهامات الموجهه الى مسؤولي هذا المركز. المهم يا اعزائي انا ساختم بهذه الفقرتين وعليكم ان تنتبهوا لما اريد ان اوصله من خلال هذا التقرير. وثائق وزاره الداخليه الالمانيه تختلف عن تصريحات الشيخ مفتح. وكان محتوى الدردشة الدردشة الجماعية الداخلية المسجلة خلال عملية الخريف الماضي يعني عملية الاستيلاء على المركز وإغلاقه مثيرا للقلق بشكل خاص كما تقول المجلة وفقا للوثائق كان مفتح عضوا في مجموعة واتساب عضوا في مجموعة أنا فكرت من أقرأ عضوا يعني في شبكة استخبارات تجسس في مجموعة واتساب شارك أحد 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 أعضاء هذه المجموعة في الواتساب صورة طفل فلسطيني مع مسدس موجه إلى جبهته هاي الصور التي يوجه يعني المسدس من الكيان الصهيوني ورمز نجمة داود على البندقية يعني الكيان الصهيوني يوجه هذا السلاح لطفل انتبه هذا اعتبروه محتوى يخالف يعني محتوى خطير وصوره اخرى تظهر العلم الاسرائيلي المحترق هذا خطير وبحسب ملاحظات الضباط والكلام لشبيجل فان رئيس المركز الاسلامي في هامبورغ لم يرد على هذا المحتوى الاستفزازي الواتساب الواتس أب. الواتساب ابقوا معنا مستقبل إسرائيل المظلم بعد الحرب، التراجع عن إسرائيل، فورين افيرز هو هذا النص هذا النص الصحيح العنوان مستقبل إسرائيل المظلم بعد الحرب أو هلاك إسرائيل. لقد طفت الخلافات الداخلية في الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي وتوسع الشرخ داخل هذا الكيان كلما يطول امد هذه الحرب العدوانيه على الشعب الفلسطيني فقد مست عمليه طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر بمستقبل هذا الكيان ودقت اجراس الخطر على بقائه واستمراره ككيان وذكرنا في حلقه سابقه مقالا عن إيران إسرائيل التي نعرفها إلى زوال لتوماس فريدمان الكاتب اليهودي الأمريكي الذي يحب إسرائيل اسمحوا لي أن أذكر هذا الاسم من باب نقل العبارات وإلا هذا كيان صهيوني لقيط وبالمناسبة حتى عندما نقول الصهيوني إحنا منسب إحنا منشتم نشتم هذا مذهب سياسي الصهيونية مذهب سياسي تضم يهودا ومسلمين ومسيحيين كما تلاحظون الآن واللطيف أن الذين أسسوا هذه الصهيونية أو هذا المذهب الصهيوني وهذه الحركة الصهيونية كانوا ملحدين يهود بس كانوا ملحدين لا يؤمنون بالله استغلوا الدين والهوية الدينية لجمع اليهود في من الشتات في أرض فلسطين عموما بعد الطوفان تم بشكل عملي كما يقول هذا المقال الذي سأتحدث عنه لاحقا زرع بذور التفكك في الدولة الصهيونية بما ينذر بانهيارها بعد توقف الحرب مو معنى إذا استمرت في الحرب ستبقى لا لا النهاية هي واحدة أن هذا الكيان ينهار وهذا مو كلامنا ولا تمنياتنا ولا تحليلنا كله من فمك ودينك كله من فمك ودينك نشرت مجلة فورين أفيرز فورين أفيرز يعني العلاقات الخارجية مقالا بعنوان هلاك إسرائيل يتحدث فيه الكاتب الذي بدا حريصا جدا على أمن هذا هذه الدولة اللقيطة وعلى مستقبلها يتحدث عن مستقبل إسرائيل المظلم بالنص والفجوة بين المبادئ التي تأسس عليها هذا الكيان والواقع المتجه نحو بين قوسين هو اصطلاحها الوحشيه وسير البلد بطريق غير ليبرالي ومدمر اعتبار في الغرب يؤمنون بالليبراليه مما يدفع هذا الكيان هو يقول اسرائيل اكثر نحو العزله الدوليه وتحولها من دوله عرفت نفسها بانها ديمقراطيه الى دولة سلطوية خصوصا مع امساك اليمين المتطرف كما يقول بآلية صنع القرار. في التفاصيل يقول عند انشاء هذه الدولة في العام 1948 تصور مؤسسوها او هكذا نقلوا للعالم دولة تحترم القيم الانسانية وتؤيد القانون الدولي. واصر اعلان ما يسمى بالاستقلال الوثيقة التأسيسية لهذه الدوله على ان الدوله ستضمن المساواه الكامله في الحقوق الاجتماعيه والسياسيه لجميع السكان بغض النظر عن الدين او العرق او الجنس وانها ستكون وفق هذه المبادئ تعمل وفقا لمبادئ ميثاق الامم المتحده، وبالمناسبه هنا نؤكد مره اخرى على ان هذه الدوله المصطنعه التي اقيمت في العام 1948 وفق قرار التقسيم الذي صدر في عام 1947 تضمن قبولها كعضو في الامم المتحده شرط لانه في قرار التقسيم عوده اللاجئين الفلسطينيين ما حصل انها هذه الدوله لم تعد اللاجئين الفلسطينيين و زادت في قضم الاراضي التي منحت لها وفق قرار التقسيم ووصل الحال الى انها الان تحتل اكثر من 78% بشكل علني وواضح من الاراضي الفلسطينيه وباقي 22 الاخيره هم تريد هي في نفس الوقت تريد تاخذهم من خلال عمليات التهجير والقتل الجماعي والاباده العرقيه التي تمارس مع الشعب الفلسطيني، فاذا وفق <applause> سو ما يشير لكن انا اشير استنادا الى ميثاق الامم المتحده فان عضويه هذا الكيان في الامم المتحده منقوصه يعني عضويه غير شرعيه يمكن الطعن بها لو هسه تيجي شلون حصل في محكمه الجنايات الدوليه محكمه العدل الدوليه وإدانة هذا الكيان بارتكاب مجازر جماعية من الممكن أيضا رفع دعاوى في هذا الإطار وإسقاط عضوية هذه الدولة العنصرية اللقيطة من الامم المتحدة بس من اللي يشتغل؟ غير اكو شغل لازم في هذا الموضوع. عموما يقول تسير البلاد بشكل متزايد نحو طريق غير ليبرالي، من فمك ادينك وعنيف ومدمر. يقول ما لم تغير مسارها فان المثل الانسانية لتاسيسها ستختفي تماما. بعد يناقش يقول هذا الهجوم حماس الدموي في 7 اكتوبر آه في اكتوبر جعل هذا الكيان يواجه بالفعل تحديات اكثر جديه مما كان يواجهه قبل 7 اكتوبر في قضيه آه اليمين المتطرف ومحاوله سيطرته وتعديلات القضائيه اللي يعني تعرفوها التظاهرات الكبيره التي حصلت قبل السابع من اكتوبر في ما يتعلق بمشروع قانون للاصلاح القضائي الذي سعى من خلاله نتنياهو إلى الحد بشكل كبير من إشراف المحكمة العليا على الحكومة كان نتنياهو يأمل في أن يحميه الإصلاح المقترح من قضية جنائية جارية ضده أراد حلفائه الأرثوذكس المتطرفون الإصلاح لمنع تجنيد الآلاف من طلاب المدرسة الدينية دول الحريديم الذين تم إعفائهم منذ فترة طويلة من الخدمة العسكرية هذا التحدي برز بشكل اكبر بعد السابع من اكتوبر. عموما من المؤكد ان هذا الاصلاح يعني اصلاح الـ الـ النظام القضائي والاحتجاجات التي طرات انذاك كما يقول كشف عن مخاوف داخل هذا الكيان بشان طابع الديمقراطيه في البلاد لكنه لم يثر تساؤلات حول مسؤوليه اسرائيل تجاه الفلسطينيين، شو هاي بدات تطرح؟ بعد السابع من اكتوبر. على كل الكثير من التفاصيل في هذا المقال وفي مقالات اخرى اخذت تكتب بشكل مباشر من قبل امريكيين ومن قبل حتى اسرائيليين يعني تابعين لهذا الكيان. تدق ناقوس الخطر في ان هذا الكيان يتجه نحو العزله هو يقول بالنص يقول إذا استمرت هذه حالة التوبيخ والتحديات القانونية التوبيخ الدبلوماسي طبعا لهذا الكيان سيؤدي ذلك إلى تهميش إسرائيل بشكل متزايد على المسرح العالمي زين مو النتيجة وين وراء وراء ورا هذا التهميش أن العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع في إسرائيل معلق حاليا في الميزان إذا حصل نتنياهو وحلفائه على ما يريدون يقول المقال المؤيد للكيان فستصبح الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة من عندي جوفاء وإجرائية شكلية مع تآكل الضوابط والتوازنات الليبرالية التقليدية بسرعة وهذا من شأنه أن يضع البلاد على مسار غير مستدام انتبه للنقطة الأخيرة من المرجح أن يؤدي إلى هروب رأس المال وهجرة الأدمغة وتعميق الضغوط الداخلية تعرف يعني يعني هروب رأس المال وهجرة الأدمغة يعني الهجرة العكسية اللي احنا تحدثنا عنها سابقا كثيرا وهذا التحدي أخذ يبرز بعد السابع من أكتوبر وكلما استمرت هذه الحرب وكلما استمرت هذه التحديات يصبح من السهل القول أن هذا الكيان الصهيوني يواجه مستقبلا مظلما يتيح للكثير من الكتاب في داخل فلسطين أنت الس... تجي تناقش حتى في بعض وسائل الإعلام اللي يظهرون بها يعني من, من يدافعون عن هذا الكيان من الكيان نفسه وتطرح هذه المسألة مسألة الكتاب والمؤرخين الجدد التاريخ في, في الكيان الصهيوني الذين يحذرون من سقوط وانهيار هذا النظام وينشرونه في صحف ومراكز ابحاث داخل الكيان الصهيوني يقول لك إيه احنا عندنا ديمقراطيه إيه نعم وانت هاي الديمقراطيه هذا هو الجزء الظاهر من جبل الجليد يعني انت عندك ديمقراطيه ومع ذلك تأتيك هذه التحذيرات وأنت لا تبالي بها فيأتي حتى السياسيون الذين شاركوا في صنع هذه الدولة ويتحدثون بشكل علني وواضح وصريح عن مستقبل مظلم ويقولون ربما لا نصل إلى الثمانين هذه عقدة الثمانين الموجودة أنت شوف الغطرسة وشوف العفرة وشوف طعم تفوق بالسلاح إسرائيل تملك كل شيء لأن العالم الغربي ينظر بعين أوراء لما يسمى بالديمقراطية ويدعم هذا الكيان في كل مجازره هذا بنتهي منه بس هل هو هذا الذي يحمي هذا الكيان من السقوط وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هم يقولون وهذه الديمقراطية هم يعترفون في داخل هذا الكيان بأنهم مشتتون وبأنهم يسيرون نحو الهاويه لا يقاتلونكم الا في من وراء جدر او في آه شنو الايه؟ لا يقاتلونكم الا من وراء جدر او في بروج مشيده مو صح ولا لا؟ لا يقاتلونكم الا لحظه لازم نطلع الايه لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه لا يقاتلونكم جميعا النت شوي عندي ضعيف عموما في سورة الحشر تقدرون تراجعوها أحبائي القرآن الكريم يقول بشكل واضح لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بس هذه الجدر مو بس قرى و... وقلاع لا حتى هذه الاسلحه الامريكيه والصواريخ والغواصات وهذا التحالف الدولي كله والعربي المؤيد لهم، لكن باسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم لا يعقلون. الله سبحانه وتعالى يعرف، انا سالت حاخاما يهوديا من منظمه واختم من منظمه ناتوري كارتا المعادية لهذا الكيان وتؤمن بفلسطين. قلت له كيف وانتم ترفضون العنف، كيف تزول هذه الدوله ما يسمى باسرائيل؟ قال بمعجزه من الله، قال لا نؤمن نحن نؤمن بالله وكلما تزداد هذه الجرائم وكلما يزداد هذا هذا الانحراف عن اوامر الله التي امرت بأن لا نجتمع في دوله واحده فالله يعجل بعذابه. ابقوا معنا. كيف ينظر هذا الكيان إلى إيران بعد انتخاب بزشكيان؟ أه حقيقة يعني أستطيع أن أقول أن مواقف الرئيس من قوسين الإصلاحي هكذا يعرفونه السيد مسعود بزشكيان المن... الذي انتخب بانتخابات حرة نزيهة باعتراف الجميع فاجات مواقفه اعداء الجمهوريه الاسلاميه، كانوا يتوقعون منه، ونحن حكينا عن هذا الامر سابقا، كما كانوا يتوقعون من اي رئيس ياتي يعد بالاصلاحات كما فعلوا مع السيد محمد خاتمي وبعدها بالشيخ حسن روحاني يعتقدون او هكذا يتمنون ان الرئيس الايراني الذي يقول نريد الاصلاحات ونريد الانفتاح على الخارج وعلى والحوار مع الدول الغربيه يعني هو يريد اسقاط الجمهوريه الاسلاميه هذا اللي يريدونه وانه يتخلى عن محور المقاومه وانه يدير ظهره لكل الشعارات الثوريه التي انطلقت بها الثوره الاسلاميه في العام 79 وبها انتصر الامام الخميني على نظام الشاه وخصوصا موضوع فلسطين والشعار فلسطين وبالفارسي اسرائيل بايد أزبين برافد يعني تحرير فلسطين طيب تجي مراكز الابحاث انا اخترت لكم دراسه بسيطه يعني اقصد نموذج لما ذكر في وسائل الاعلام روح شوف وسائل الاعلام سكاي نيوز تيجي تعبر بتعبير تافه يعني تقول مثلا بعد استقاله ظريف يعني ما ما اذكر عبارات تافهه انه مثلا بزكيان كذا يعبد السيد الخامنئي عباده هو مو ما هكذا تورد الابل انتم لو تفتهمون لو تعرفون النظام السياسي في ايران لو لا تعرفون وتحرفون وانا اجزم انكم تعرفون يعني مراكز الابحاث تعرف. بس في وسائل الاعلام يجري التضليل وعملاء الوحده 8200 يجري التضليل. تضليل على قدم الوساق مثل هذا اللي اين ايران؟ واين واين الرد؟ واين ايران؟ اعداء ايران الذين لا يؤمنون بالمقاومه هم يطرحون هذا السؤال انت شو علاقتك؟ انت عندما لا تكون مع محور المقاومه اسكت واحترم نفسك ما تتدخل كيف ماذا تفعل وكيف تفعل وما هي التكتيكات وعلى شغلهم هسه هذا مركز اسمه مركز دراسات اسرائيلي اسمه مائير عميت لمعلومات الاستخبارات والارهاب لا طبعا هكذا مراكز وفكريه اعتقد اعتقد يعني فيها الكثير من الواقعية لأن هذه المراكز تكتب لصناع القرار غير وسائل الإعلام وفي التضليل ال الذي يجري على قدم وساق. بس شفت هذا المركز أصيب بالذعر وبالدهشة من مواقف الرئيس وبعد ما استلم الحكومة عندما أعد هذا التقرير من القضايا المهمة جدا والخطيرة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، يعني هذه همهم هم موضوع فلسطين. المركز يقول لا يتوقع او لا يتوقع اي تغيير حقيقي في سياسه ايران الاقليميه بما في ذلك تجاه حلفائها في محور المقاومه نص لا سيما في ظل اللحظه الحساس السياسيه الحساسه الراهنه حيث الحرب في غزه. الدراسه التي حملت عنوان جهود كبيره تبذلها ايران للتاكيد على استمرار دعمها لجبهه المقاومه بعد انتخاب الرئيس بزشكيان. تناولت هذه الدراسه رسائل اولا بدات من رسائل الرئيس الايراني بزشكيان لقاده الفصائل المقاومه بدءا من سماحه السيد حسن نصر الله حفظه الله والشهيد القائد اسماعيل هنيه والرئيس السوري الدكتور بشار الاسد وقالت الدراسه ان هذه الرسائل احبطت نوايا معارضي إيران لإضعاف روح جماعات المقاومة في المنطقة خيبة آمالهم ليش قلت لك هذا المركز يعني فيه جانب من الدقة لأنه التفت يشهد الله أنا كنت أحكي عن هذا الموضوع يعني في بعض الجلسات العامة ودائماً نقول يعني دور المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في صنع القرار والرئيس شنو دوره؟ بالاجيال قرات هذا المركز هذا يعني هذه الدراسه خاصه فيما يتعلق بموضوع السياسه الخارجيه. يقول ان بنيه شفت لا لا اكو يعني اكو اعتراف بالواقع بس بس بخيبه امل مصدومين. ان بنيه النظام الايراني والعلاقات المتبادله بين الرئيس ومراكز السلطه المهمه الاخرى وعلى راسها هم يقولون المرشد السيد الولي الفقيه والحرس الثوري تحد منذ البداية من قدرة الرئيس على تنفيذ سياسة تحيد عن المبادئ الأساسية للنظام طبعا هذا النظام هكذا هذا دستور دستور الجمهورية الإسلامية وشكل المو... النظام الهيكلية النظام النظام السياسي في إيران تجعل الرئيس رئيس سلطة تنفيذية ينفذه ولا يستطيع اجراء اي تغييرات كبيره في سياسه الجمهوريه الاسلاميه طبعا وينفذ يعطي اراء يوافقون عليها اوكي وخاصه في السياسه الخارجيه حيث تعتبر القرارات تقليديا هم يقولون من سلطه المرشد الاعلى السيد الاعلى هو لا مو بهذا الشكل نعم السيد القائد كما يقولون هم المرشد الاعلى هو رئيس الدوله بيده الحرب والسلام وهو الذي يرسم السياسات العامه، العامه حكيناها دائما، خطوط تفصيليه. وتجي المراكز والمؤسسات الاخرى شو تسوي؟ مثل المجلس الاعلى للامن القومي الايراني تقدم المقترحات والدراسات بشكل نهائي ويجري تنفيذها من قبل الرئيس. تحدد الماده 176 من الدستور الايراني المعدل في العام 1989 كما يقول، تقول هذه الدراسه تحدد صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي وتشمل هذه تحديد سياسة الدفاع والأمن القومي في إطار السياسة العامة التي وضعها السيد القائد أنا من عندي أو يقول المرشد الأعلى ويتم تنسيق الأنشطة في المجالات المتعلقة بالسياسة والاستخبارات والمجتمع والثقافة والاقتصاد فيما يتعلق بالسياسة الأمنية الشاملة وتوظيف موارد الدولة للتعامل مع التهديدات الداخلية والخارجية بالإضافة سنجل الأعضاء بالاضافه الى الرئيس اللي هو رئيس المجلس. الرئيس تسعه اعضاء رئيسهم اي رئيس ياتي وبامانه عامه سكرتير عام. بالاضافه الى الرئيس يضم المجلس رسميا وزراء الخارجيه والداخليه والاستخبارات وقاده الحرس الثوري والجيش النظامي ورؤساء السلطتين التشريعيه والقضائيه وممثلين شخصيين نيابه عن السيد القائد. ويجوز ايضا للمجلس ايضا ان يدعو مشاركين اضافيين الى مداولاته وفقا للقضايا التي تتم مناقشتها. فاذا من يجون يقولون يبثون اشاعات ويكذبوا يبثون اشاعات بعدين يصدقوها بعدين ينسجون حولها اساطير خلاف بين بزتشيان هو بعده ما مستلم ما 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 معين حكومته والحرس الثوري حول طبيعة الرد وحول الرد وسطا يقول لهم لا تردون فيما يتعلق باختيال الشهيد القائد اسماعيل هنية طبعا هم يستغلون الظرف باعتبار أن الاختيال تم وهو يستقبل مراسم أداء يعني مراسم الأداء اليمين الدستورية فيقول لك إذا نحن خلي ننسج على هذا الأساس أكاذيبنا هو يستطيع أن يقدم اقتراح هو باللطيفة نفس هذه الدراسة تجي تستعرض كل الرسائل التي بعثها إلى قادة المقاومة وإلى الرئيس السوري بشار الأسد بالتفصيل تقول رسائل الرئيس المنتخب لكبار قيادات جبهة المقاومة يجي يناقشها بالتفصيل منذ انتخابه وحتى بعد استشهاد الشيء الشيء العزيز الأستاذ إسماعيل هنية الرسائل، التصريحات، كل ما يتعلق بعلاقة ايران مع فصائل المقاومة وتستنتج بانه بزشيان لن يحيد عن مواقف الجمهورية الاسلامية الرسمية والمعلنة في دعم القضية الفلسطينية وفق المادة 154 من الدستور التي تسمح او تلزم الدولة في ايران بدعم المستضعفين و الشعوب التي تنادي بالحرية بشرط أن لا يجري تدخل أي تدخل في شؤون الشعوب الداخلية يعني شوف المعادلة جد معقدة وإيران ملتزمة بها وتجي يجي هاي الدراسة وتناقش ما تصفه هي بزيارة قائد الفيلق فيلق القدس السيد إسماعيل قااني إلى قادة أو لقاءاته مع قادة فصائل المقاومة على كل إن تستنتج بالنهاية أن الرئيس لن يحيد عن مواقف الجمهورية الإسلامية في موضوع العلاقات الخارجية وفي موضوع دعم المقاومة إذا ليش هذه الأكاذيب تروج في وسائل الإعلام أنا اخترت هذا حقيقة هذا المحور للرد بطريقة غير مباشرة بل وربما مباشرة من خلال مركز تابع للكيان الصهيوني ولأجهزة الاستخبارية الرد على ما يروج له بعد بعد مو هسه راح تشوف بعد الدق على هذه الو... هذا الوتر الخلاف بين ال... الرئيس والمرشد والولي الفقيه يعني وراح تشوفون الكثير من الصحف ووسائل الاعلام والقنوات الفضائيه وعملاء الوحده 8200 راح يحجون لك عن هذه الخلافات خاصه يستغلون قضيه استقاله الدكتور محمد جواد ظريف اللي هي شأن داخلي محظ داخلي ليس له علاقة أبدا بموقف الحكومة الإيرانية الجديدة من القضية الفلسطينية ومن كل ما يتعلق بعلاقات إيران الخارجية هكذا ينظر الكيان إلى إيران بعد انتخاب بزشكيان وقال لهم روحوا طقوا راسكم بالحائط في أمان الله